السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بأبناء الوطن العربي الجميل في شابتر جميل، شابتر الجوس سلو أو جوس سلو. والنهاردة إن شاء الله كلامنا عن حاجة اسمها الإلكتريك فلاكس أو الإلكتريك فلو، يعني سريان خطوط المجال الكهربي اللي هي بنسميها إيه أهي، من خلال سطح، سواء السطح ده يعني مفتوح مش مغلق او مغلق. لو احنا عندنا الكتريك فيلد ماشي في الاتجاه ده وصادف مستويين، مستوى مايل ومستوى عمودي عليه، المستوى المايل ده اتجاهه ايه؟ اتجاهه يعني اتجاه الخط العمودي على المستوى. لما نقول اتجاه مستوى ناخد الخط العمودي عليه، نفس الشيء الكرة مثلا او سطح متعرج زي كده، ناخد المماس وناخد العمودي عليه، يبقى ده اتجاه المستوى. طيب مر الالكتريك فيلد او خطوط الالكتريك فيلد مرت من السطح، هتطلع منه هنا في الاتجاه ده حاجة اسمها الفلكس، هنسميها الفاي اي. يا ترى بتساوي ايه الفاي اي؟ نفس الشيء هنا الفاي اي في الاتجاه ده بيساوي عكس نفس القيمة بس بالماينس في الاتجاه المقابل ليه أو اللي عكسه. فالفاي للإلكتريك فيلد بتساوي إيه؟ بتساوي الإي دوت الإي، قلنا الإي ده متجه العمودي على السطح اللي بيمر منه خطوط المجال الكهربي. طيب إحنا عارفين إن الدوت بتترجم لكوساين، فإي إي كوساين فاي اللي بينهم، فهنقول كده هنا في فاي أهي، زاوية فاي او زاوية ثيتا، فالاي قيمته والاي قيمة الاريا المساحة اللي بتتعرض ليها الالكتريك فيلد، والزاوية ادي الاتجاه الموجب وادي الاتجاه الموجب للاي، يبقى الزاوية دي بينهم. طبعا لو العكس هيبقى 180 اصفار. طيب فاي اي هنا، طب وهنا الفاي اي بتساوي ايه؟ بتساوي اي اي كوساين الزاوية اللي بينهم، ده موازين متوازيين الاتنين، يعني الزاوية بينهم زيرو، كوساين الزيرو بواحد، يبقى ايه ايه، يبقى هنا عندنا اي ايه الكوساين صفر بواحد، وهنا اي ايه كوساين الفاي. الكلام ده لو اسطح مفتوحة ما هياش مغلقة. طب لو اسطح مغلقة زي كده، جاوس قال لنا ان الفاي لأي سطح بيساوي الكيو انكلوز داخل هذا السطح على الابسلون نوت، اللي هو رقم ثابت 8 8 5 10 أس سالب 12. فلو قلت الفاي للاس 1، الاس 1 جواها قد ايه شحنه محصوره جواها؟ ولا شيء، يبقى زيرو. الفاي اي للاس 2، الاس 2 الكيو 2 دي براها، يبقى جواها كيو 1 بس على ابسلون نوت. اما الفاي اس 3 بتساوي لما نشوف حصر كيو 1 وكيو 2 نجمعهم باشارتهم على ابسلون نوت، موجب معناه طالع من السطح وماينس، طبعا ده بيجي من الشحنه، معناه انورد. تعالوا ناخد مجموعه مسائل نشوف القوانين دي ازاي نطبقها. Figure 21 61 shows a disk shaped region of radius 2 cm on which there is a uniform electric field of magnitude 300 volt per meter at an angle 30 degree to the plane of the disk، يعني زاوية بين الأفقي وبين الـ E 30 درجة اللي هي الحتة دي. Assume that n points upward in the positive y direction. Calculate the electric flux as الفاي on the disk and include the correct units. احنا عارفين ان الفاي بيساوي ال e dot a، يعني e e a كوساين الزاوية اللي بينهم. ال e 300 ال area by r squared، يعني باي 4.02 تربيع، يضل الزاوية
زاوية بين الإي والعمودي على الأري، متجه الأري هو العمودي عليه، يعني 60 درجة، يساوي 300 ضرب باي 0.02 تربيع ضرب ساين 60، يطلع 0.188، الوحدة يا إما فولت دوت متر، ما هو الإي عبارة عن فولت على المتر، اضرب في متر تربيع يبقى فولت على المتر ضرب متر تربيع، أو ممكن تقول هي الإي اللي هي نيوتن بير كولوم ضرب متر تربيع، الاتنين نفس الشيء، إن الإي ممكن تكون نيوتن على الكولوم وهنا متر تربيع، فنيوتن متر تربيع على الكولوم، فالاتنين يمشي الحال. Figure 2162 shows a box on whose surfaces the electric field is measured to be horizontal to the right. On the left face اللي هو 3 سنتيمتر by 2 سنتيمتر الاريا بتاعته، بيقول لي the magnitude of the electric field is 400 volt per meter and on the right face is 1000 volt per meter، ده طالع وده داخل السطح. On the other faces only the direction is known، بيقول لك يعني ادي الاتجاه والعمودي على الاريا ب90، فالكوساين 90 بصفر فملوش لازمه. Calculate the electric flux الفاي on every face on the box and the total flux and the total amount of charge. طب احنا عارفين ان الفاي وعايز كل سطح عليه قد ايه فلكس، اي اي كوساين ثيتا، فلو سمينا ده واحد وسمينا ده اتنين كل الباقي بصفر، فالفاي واحد هتساوي الفور هندرد الاريا تلاتة في اتنين، تلاتة سنتي في اتنين كوساين 180 درجة، يطلع برقم فاي اتنين، طالع منه ادي 1000، برضو نفس الاريا كوساين صفر، ليه؟ لان متجه العمود للاريا اهو عمود على السطح ده، والاي كده يبقى الزاوية بينهم صفر. other phis هتساوي الاي بتاعتها في الاي كوساين 90 درجة. تعالوا نحسب هنا 400 في 0.03 0.02 كوساين 180 يطلع بالسالب 0.24 فولت دوت متر، 1000 كوساين الصفر بواحد يطلع 0.6 فولت دوت متر، وكل دول بصفر. التوتال فلكس هيساوي ده زائد ده 0.36 فولت دوت متر. احنا عايزين الشحنة الكلية، وعارفين ان الفاي بتساوي الكيو انكلوزد على الابسلون نوت 0.36 8 8 5 4 10 سالب 12، اذا الكيو انكلوزد بتساوي اللي جوه السطح، احنا عندنا بوينت ستة مكتوبة في 8.854 10 سالب 12، فتطلع 3.2 في 10 سالب 12 كولوم، او ممكن تقول بيكو كولوم. A Gaussian cylinder is drawn around some hidden charges جوه هنا
as in figure. Given this pattern of electric field on the surfaces of the cylinder, will how much netted charge ال Q اللي جوه هنا قد ايه will invent a possible charge distribution inside the cylinder that could give this pattern of electric field. احنا عارفين ان الفاي بتساوي ال Q enclosed على الابسلون نوت. احنا عندنا شوية القيم دول ال E داخلين في السطح ده اللي هو باي R سكوير، نفس الكمية E طلع، فالفلكس اللي داخل EA كوساين الزوايا اللي بينهم، نفس الشيء هنا EA كوساين، فده ضيع ده، الاتنين دول والاتنين دول الأربعة دول داخلين نفس الشيء ده طالع فضيعوا بعض، الاتنين دول مش داخلين أصلا فملهمش فلكس، وبالتالي إجمالي الفلكس زيرو. أقدر أقول إذن ال Q enclosed إجمالي كده بيساوي زيرو، نتيجة إن ال electric field خط ال electric field اللي داخل قد اللي طالعة، وبالتالي الفلكس إن قد الفلكس أوت، وبالتالي الفلكس توتال بصفر، ضرب في أي رقم يديني ال Q enclosed بصفر. The electric field has been measured to be vertically upward everywhere on the surface of a box 20 cm long, 4 cm high, 3 cm deep as shown in figure. All over the bottom of the box E equals 1500 volt per meter. هيدخل الشكل ده من تحت، مش هنزل المستطيلات من تحت. All over the side E equals 1000 volt per meter. يعني الوجه الفرنت والباك، طبعا الإي لام الفرنت والباك هيدخل السطح ولا يطلع منه. نفس الشيء التو سايدز الرايت والليفت سايد، الإي موازي للسطح وبالتالي هيعمل زاوية مع العمودي على سطح 90 درجة، فالكوسين بصفر فمش هيدخل ولا هيطلع. بيقول فوق بقى التوب and all over the top E equals 600 volt per meter. What can you conclude about the contents of the book؟ عايز الشحنة Q enclosed include a numerical result. طبعا في شحنة أو في شحنة، اللي بيدخل أكثر من اللي بيطلع، وبالتالي في شحنة سالبة لأن اللي بيدخل أكثر. نحسب السطح اللي تحت 1500 ده الـ E، الاريا عبارة عن 20 سنتي في 3 سنتي، يعني 20 في 0.03 والكوساين 180 درجة، ده أول سطح. السطح اللي فوق 600 نفس الاريا 0.03 كوساين صفر، كوساين صفر لأني هو طالع والنورمال أهو، يبقى الزاوية بين الاتنين دول صفر، أما النورمال تحت بره فالزاوية 180 درجة. وادي الـ Q enclosed على 8.854 × 10^12. لو حسبنا 1500.2.03 كوساين 180، طبعا ده يطلع سالب 600.2.03 كوساين صفر، مجموعهم رقم سالب في 8.854 × 10^12. إذا ال Q enclosed بتساوي −478 × 10^11 كولوم، وزي ما توقعنا طبعا يطلع سالب لأن خطوط الإلكتريك فيلد أو الفلكس يعني اللي بيدخل أكتر من اللي بيطلع من الشكل. Consider a cube with one corner at the origin and with sides of 10 cm positioned along XYZ. نقول ده الـ X Y Z وأبعاد المكعب كلها 0.1 متر طول وعرض وارتفاع. بيقول there is an electric field E equals 50 في اتجاه الاكس
و200 واي في اتجاه الواي و0 في اتجاه الزد نيوتن بير متر throughout the region that has a constant x component and a y component that increase linearly with y. We draw a diagram showing n اللي هو المتجه العمودي على الاريا and e for every side of the cube. عشان الرسمه ما تخص هنقول كده ان ال e x اهو وده بيساوي 50 نيوتن بير كولوم. طب ايه اللي رسمه ده؟ حطيت الـ E على الأوجه اللي هتتأثر بالـ E X. اشمعنى الاتنين دول؟ لأن هنا الـ E عمودية على السيرفس يعني بينها وبين العمودي الـ N صفر، زاوية صفر، وبالتالي القوسين بتاعتها واحد. لكن هنا الـ E X مع العمودي على الوجه ده 90 درجة، فالكوسين بصفر. فالإي مش هتأثر على السطح ده، فعلا مش هتدخل، هي موازية ليه، مش هتدخل ولا هتطلع منه. نفس الشيء اللي ورا، نفس الشيء الوجه اللي فوق واللي تحت، الإي إكس أهو العمودي كده، وبالتالي زي بينهم 90 درجة، فالإي دي خطوط الإلكتريك لا هتدخل المكعب ولا هتطلع منه. نفس الشيء فوق وتحت، يبقى فوق وتحت والجنب اللي في الوجه ده الفرنت والباك، الإي إكس مش هتأثر عليهم. بالنسبة للواي الرأسي مش هيأثر على الأربع أوجه دول، الفرنت والباك والرايت سايد والليفت سايد، لأن الإي كلها ماشية في السطح، بينها وبين العمودي على السطح يعني الإي واي كده، ده الإن كده 90 درجة، فالكوساين بصفر، وهي فعلا ماشية في السطح لا هتدخل ولا هتطلع منه. الإي واي تأثر بس على الوجه اللي تحت لو كان موجود، بس إحنا الإي واي تحت عارفين إنه هو بصفر، 200 في صفر، فمش هيأثر على الوجه اللي تحت، هيأثر على الوجه اللي فوق بس. اي واي بيساوي 200 في بوينت 1 يساوي 20 نيوتن بير كولوم. يبقى التلات اوجه اللي هتأثروا ادي 1 2 3، ده البارت ايه. وطبعا النورمال على الوجه ده كده، وبالتالي بينه وبين الالكتريك فيلد زاوية صفر. النورمال is perpendicular on each side. في البارت بي بيقول لي determine how much charge is inside the cube. احنا عارفين ان ال E A كوساين الثيتا اللي هي الفاي بتساوي ال Q enclosed على الابسلون نوت. طبعا ممكن نقول سيجما هنا عشان اكتر من وجه. عندنا تلات اوجه، نقول الوجه الاولاني ده ادي واحد اهو، ادي اتنين، ادي تلاتة. واحد عليه اي 50.1 تربيع دي الاريا كوساين زيرو. الوجه رقم اتنين 50.1 تربيع كوساين 180. الوجه رقم 3 20.1 تربيع كوساين 0 يساوي الكيون كلوز المطلوبة على الابسلون اهي. طبعا رقم ثابت موجود في الشيت، مش محتاج لا تحفظه ولا تبرشله. اذا الكيو enclosed بيساوي، طبعا ده يضيع ده لان ده بماينس واحد وده بواحد ونفس الاريا ونفس الاي، يبقى بس نحسب ده 20.1 تربيع 8 5 4 10 سالب 12، فالكيو تطلع 1.77 في 10 اس سالب 12 كولوم او 1.77 بيكو كولوم.